المسلم وفقه الله لأن يقوم الليل ويصلي الفجر في جماعة ويمر على والديه يصبح عليهما ويحسن تأديب أولاده وملاطفتهم قبل أن يذهبوا إلى دور علمهم ثم يمضي إلى عمله. لو أن ذلك الذي هو مكلف أن يذهب بك إلى العمل أبطأ يوما قبل أن تسبه، قبل أن تذمه، قبل أن تلومه، هل تركت شيئا مما اعتدت أن تصنعه؟ هل الركعات قلت؟ هل الوتر أقيم؟ هل الفجر أقيم في جماعة؟ هل الوالدان مررت عليهما اليوم؟ التقصير فيما اعتدت عليه هو الذي ينجم عنه الأذى الذي قد لا تفطن أول الأمر إلى أنه بسببك. فالصالحون إذا فقدوا آمالهم تفقدوا أعمالهم، كما صنع نبي الله سليمان هنا